فهم ردود افعال متباينه هنا في الكنيست. يعني الان في هذه الاثناء يجري حزب البيت اليهودي مشاورات فيما يتعلق بربما الانتخابات المبكره. هنا بدا الحديث عن انتخابات مبكره، ربما رغم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجرى مشاورات قبل قليل مع رؤساء الائتلاف او رؤساء احزاب الائتلاف الحكومي كي يضمن المضي قدما في هذه الحكومه، دون لانه ليس معنيا كما قال بتقديم الانتخابات، وأنه يريد أن تسير الحكومة رغم استقالة وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان. كان هناك ردود أفعال متباينة وكثيرة أثارت الجدل في الحلبة السياسية. تسيف ليفني رئيسة المعارضة طالبت باستقالة أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واعتبرته فشلا، أيضا المعسكر الصهيوني كذلك. وأيضا كان هناك الحزب، أبرز ردود الأفعال كانت من حزب البيت اليهودي الذي يريد حقيبة وزارة الأمن. كما نعلم يعني بعدما استقال فورا أعلنت رئيسة كتلة الحزب اليهودي شولي معلم بأنها تريد أن يتسلم نفتالي بنت حقيبة وزارة الأمن، وأنه إن لم يتسلم هذه الحقيبة ربما سيكون هناك خطر على الحكومة كما تقول. هناك ضغط على رئيس الوزراء، هناك هو ليس معنيا بتقديم الانتخابات كما قال، لكن هناك خطر حقيقي. يجري الآن مشاورات مع الأحزاب الدينية المتشددة كي يثبت هذه الحكومة. يعني ربما أيام ستتكشف لنا الكثير، لكن فهمي هنا يعني الحديث لا يتم إلا عن انتخابات مبكرة. وحتى ليبرمان في كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي اعتبرها البعض ووصفها بأنها عملية دعاية انتخابية، نعم. وأنه سيعود حتما إلى الحكومة في الحكومة القادمة، سيعود وزيرا أو أو يعني رئيسا للوزراء. فبالتالي هي أشبه لي دعاية انتخابية كما يصفها البعض. كان هناك أيضا يعني على كلمته كان ردود أفعال فلسطينية، وأيضا من جانب حماس الذي اعتبرت استقالته يعني انتصارا للفصائل الفلسطينية. وكان أيضا من قبل الخارجية الفلسطينية التي أيضا اعتبرت أن استقالتها أمر كان لابد منه وحتمي. الزميل محمد الصياد من الكنيست الإسرائيلي في مدينة القدس، شكرا جزيلا لك.